فرنسا فيها همبا. فرنسا فيها همبا. فرنسا فيها همبا. أقول لك فرنسا فيها همبا. فرنسا فيها همبا. البلوشة. صياحة صياحة ما فيها راحة. قولوا صياحة صياحة ما فيها راحة. لا 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 ما فيها راحة. جذابة وكذابة. يا الصياحة. وكيف تقلع الطيارة وأنا ملك فيها؟ السفر من غير داعي ما لا داعي من أساسه. كل من يعرف طريقه وكل من عقله فراسه. وكيف تقلع الطيارة وأنا من فيها؟ خلونا نروح باريس نغير هوا في الشانزيلي زين قدع ونشرب قهوة ونخلي الكافيه استراحة ونتجمع سوا سوا سوا. وهذه لزوم الصياحة. وآه يا الصياحة. لا ما رد علي. وهو ما قال لك البارح انه بيروح مكان؟ قال لي انه بيروح ينام. يا الله وين بيروح يعني؟ ما ادري عنه، بس اللي مطمني يا محسن اني مخزن اسم الفندق ورقمه على موبايله. يا طيب قلبك يا فهد. بونجور. هلا والله. بونجور. كيفك سلمى؟ الحمد لله بخير، انت شلونك؟ الحمد لله. سبا ليش ما تجون تفطرون معنا؟ احنا خلاص فطرنا. فنشربوا كافي؟ لا والله. كافي ولي؟ والله عندنا مشغلين، عندنا شغل منخلصه. شغل؟ الشغله بباريس بس. بندور على حسن الطاير. حسن الطاير ما غيره؟ لا تقولوا لي ذا مره ثانيه. ما ادري عنه، قمنا وما لقيناه. ما شاء الله حادكم، يا اللي من شراله من حلاله عله، يعني معقوله بتضيعون اجازتكم تدورون على هالخبر؟ ليش؟ الولد طيب وبن حلال، بصراحه يستاهل من يتعب عليه ويدور له. محسن لا يعاديك فهد بطيبة قلبه وتضيع نفسك مثل ما هو ضاع. لا تخافين على أخوي، عارفه زين. عدون البنت هذه كانت محجبة السنة اللي فاتت. الله الهادي. يلا يا محسن مشينا. الظاهر أن أخوك معجب فيها. وش دراك أنت؟ وش دراني بعد؟ نظرات عيونه تقول. لا فهد مو حق السوالف هذه، امشي نلحق على فطور الفوكيت. لا توقفين قدامها، تراهم يراقبوننا. إيه بعد اللي شفته ابصم بالعشر انك خبل وما لك حل للمستشفى. ليه يا نجدوه؟ الحين انت واحد صايع حالتك حاله، لا شغل ولا مشغله، تمر عليك ايام ريال ما عندك في جيبك، تجيب واحده ما تعرفها ولا عمرك شفتها ولا تعرف هي بنت منو ولا تعرف هلا منو، تسكنها على حسابك وتاكلها في باريس؟ هذه اغلى بلد في العالم. يا اختي كريم. يا اختي كريم أنا عمري ما شفت منك هدية إلا خبل ومتخلف. أنا جايبك هنا عشان تعزئيني. أبي أبرد القهر اللي في قلبي. إيه إذا كان كذا مو مشكلة.
الحين انت ما تقول لي شلون بتسدد المبلغ اللي عليك؟ لازم اسدد. والله تبي تدخل السجن؟ لا ما توصل للسجن ان شاء الله. وي يا برد اعصابك يا وليد. إيه لو اعصابي بارده كان ما تمرمطت على جروحه. هذه تنساها وما تجيب لي طاريها، اسمها بروحها يرفع الضغط. اما انساها كثري منها. حتى عقب اللي سويته فيك؟ ويرضيك عقب كل اللي دفعته ما اشوفها؟ وليد ابتعد عني لا ارتكب فيك جريمه وتصير حديث باريس كله ويحطونك اعلان هام حدث في مثل هذا اليوم. انت ليه عصبيه نجدو؟ برودك هو اللي عصبني. يعني انت تبيني انجن عشان تهدين؟ الجنون اللي انت فيه ما بعده جنون، انت يا حبيبي وصلت لاقصى مرحله من الجنون. طيب يا نجد ما تساعديني؟ لازم اساعدك بس ماني عارف شلون وكيف. ابيك تدقين عليها من رقمك، يمكن اذا شافت رقم غريب ترد. وليد روح موت، روح موت، فكنا منك واحنا نرتاح منك ترتاح منا واخر. الحين انت ما قلتي بساعدك. ايه اساعدك، اساعدك اطلعك من الورطه اللي انت حطيت روحك فيها وحطيتنا معاك، ما اساعدك على الجنون اللي انت فيه. انا ابي اشوفها، بس ابي اشوفها. انا بعد ودي اشوفها عشان انتف شعرها وافرق قمتها في الارض ودوس في جبهتها. صدق انك شريره وعدو الفرح. متحد ونفسك قم عني وخر، لا تزني. يا بعد قلب اختك كل هذا في قلبك ما حد يدري عنه؟ لا احد يدري عني وعن اي شيء. امي انا ما اقدر اقول لها وازيد همومها اكثر، وعيالي شايفيني قدوه لهم ما اقدر اهز الصوره اللي قدامهم، وزوجي الله يسامحه هو اللي ببروده واهماله دفعني لهالطريق مصر يكون بعيد. انا تعبت، تعبانة يا سارة وماني عارفة ايش اسوي. سامحيني يا مشاعل، سامحيني اني ابتعدت عنك وانا الاولى بهمك. ايش لقيت لك يا سارة؟ ايش هو شو هالكرم يلي عند ابو حسام؟ لا لا هو طول عمره كريم يبعد ابو حسام، هذا لا تنكرين هالشيء. والله ما بعرف يمكن انا نسيت، على كله صار لي زمان ما شفته، بس اكيد انت بتتذكري كل شيء. ايه احكي احكي حبيبتي، من تمك احلى يا كحلة. يو يسلم امه وقت هالحكي، خلي الرحله هاي تمر على خير. يو وليش لحتى ما تمر على خير؟ ان شاء الله بتمر على خير وخير كثير كبير. أموني ما بدك تطبخي لنا بامية اليوم؟ ما جبت بامية، راعي البامية موجود. الحمد لله إنه موجود لأنه عفنت معدتي. بدي أحكي مع عبد الله، خليه يجي وأخلص من هالموضوع. يا رب تحقق لي املي، يا رب تولف بين قلوب بناتي وتحنن على بعض وانت سامع وجهي. يا رب.
تساقط الشعر مشكلة صعبة ما يختلف عليها اثنين، بس تحتاج اثنين يحلونها. كل ما تستعملي بلسم بانتين 3 من تمريك اليومي مع شامبو بانتين يتفاعلوا سوا ويخلوا تركيبة البرو فيتامين تتضاعف عشان تتغلغل بعمق كل خصلة من شعرك وتخليه مرتين أقوى ضد التساقط. بانتين سوا أقوى ضد تساقط الشعر. يا الله يا حسام، انا لي زمان ما اخذت اجازه مع نفسي زي هذه. مبسوط يا ابويا؟ اكثر مما تتخيل يا ولدي. ابويا بسالك سؤال. تفضل يا ولدي. انا من يوم ما تعرفت عليك، نعم اقصد من يوم ما جبتني، وانت ما فكرت تاخذ اجازه وتروح عن نفسك، ايش معنى هذه المره بالذات فكرت تاخذ اجازه ومعايا انا؟ ما ادري يا ولدي، ما ادري، بس حسيت اني خلاص زهقت وطفح الكيل، ماني قادر اتحمل. ما انت قادر تتحمل ايش يا ابويا؟ ضغوط الشغل والبيت والوحده يا ولدي، الوحده. الوحده؟ كيف وحده يا ابويا وانت عايش بين مرتك وحبايبك وناسك؟ وحده القلب يا حسام يا ولدي اصعب من اي وحده. يا ترى كيفهم؟ الحمد لله ما بهم شيء. شوف يا ابويا، اي قرار في هذه الدنيا محتاج لجرأة وشجاعة. الى متى حتصبر يا ابو حسام؟ يا ولدي خايف ترفض تقتل الحلم اللي عشت عليه كل السنين اللي فرقتنا، وبعدها ما راح اقدر اتحمل موت هذا الأمل. جرب يا ابويا، ما راح تندم بإذن الله. كوباهاتا. وين كنت طاير؟ والله مع صديقي الياباني. لا يا حسن، تعرف تتكلم ياباني؟ ما يعرف لا ياباني ولا إنجليزي إلا إذا استثنينا كلمة ووتر. أحيانا أشك إنه يتكلم عربي. وكيف تفهمت معاه يا حسن؟ والله لا تخاف علي، انا اعرف كيف ادبر اموري. انت شلون تعرفت عليه؟ هذا صديقي تسونغ يانغ، من اصدقاء اليابانيين الجدد. تصدق عدنا احسن منكم. افا هذه تاليتها يا طاير. وحنا وش سوينا لك يا اخوي؟ طول الفتره مقنعيني ان حنا في باريس. ايه هذه باريس، حنا ما قلنا لك شيء خطا يا حبيبي. انتم طول ذا الوقت قايلين لي ان باريس بس ذا الشارع الشانزليزيه. اجل انت وش شفت هناك؟ وش شفت هناك؟ يوم واحد مع اليابانيين اكتشفت ان باريس وفرنسا دي قصه طويله عريضه. الا يا المثقف. بعدين يا حسن، ترى باريس مدينه النور، والكل يعرف انها مدينه عريقه، فيها المتاحف، فيها المراكز الثقافيه وغير وغير. طيب ورا ربعنا ما يروحون لها، بس تدري عاد والله اشرها عليك انت يا الثري. افعاد انا وش دراني انك مثقف وواعي وتهمك مثل هالامور ومثل هالزيارات الحلوه. طبعا تهمني يا اخوي، انا والشوله مسافر ذا السفر ودافع دم قلبي عشان اسافر باريس الا علشان اشوف ذا فرنسا. وشو اجي ذا الشارع؟ دافع دم قلبك ولا تذكره؟ كثر منها. طيب ما دامك تقول انك يعني ما انت سهل ودافع دم قلبك وطلعت مع اليابانيين اليوم، علمنا وش شفت هناك، خلنا نستفيد من تجربتك ونرتقي بوعيك يا خطير. يعني وش تبوني اقول لكم بالضبط؟ اي شيء. يعني بصراحه مشكلتكم هي انكم ما تعرفون ياباني. هذه يا تسونغ. الله 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 الله، والله ما هو سهل الطاير خطير.
خلاص تسكن هنا ونخليك في باريس. خالتي 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 أبي أكلمك شوي، سمعيني. ماني فاضيت لك، معزومة على العشاء، عزمتني أم سلطان. الكلام اللي بقوله لك أهم من أم سلطان. أنتي ما وراكي غير الهم والنكت، أنا ماني فاضيت لك، بعدين أنا عارفة مشاكلك. حبيبتي أنا جاية أنبسط وأشوف العالم. والعالم يشوفونك صح؟ طبعاً أكيد، علشان كذا ما أبي أسمع لا هم ولا مشاكل. أنا اسكتي خليني أكمل. أكح؟ أي كحي على راحتك. وجع إن شاء الله، أنا أبغي أنبسط بباريس، ما أبي أضيع ولا دقيقة هنا. خالتي صدقيني الكلام اللي بقوله لك ما بياخذ 10 دقايق، بعدين الكلام خطير ومهم يخص وليد. يعني هم ومشاكل، أنت ما تفهمين؟ يعني شو أسوي؟ أقول لمنو؟ قولي لأبوكي. ودادي إيش ذنبه؟ لأن داديك ودادي أخوكي هذا الخبل. يعني خالتي يكفي إن دادي تركينا الحالة في الرياض، نقوم إحنا نلحق بمشاكلنا؟ أوه أنت فاضية. الله يعينك على اللي جاي يا دادي. يا ما حتشوف. وانا والحبيب الأمان هاجرني هاجرني خلى ليل عام ذو الكلام، وانا قلت له يا حلو واصل على واصل، قال لي دوق نار الغرام نار الغرام نار الغرام. والله والله عيني عيني. صدقين ما كنت متوقع ان عبد الله تنازل عن باقي المبلغ. على كل هو ما كان بده يحرم اخوه من نصيبه بالارض، بس كان بده يعطيه درس، لانه ما هان عليه ابدا انه يبيع ارضه مشان يسفر عياله. صج طلع خوش ريان. ريان نشمي ابويا بعت لكم هذه. شو رايك يا امينه ناخذه؟ الله يهداك حاد. وهذا بعد يبي له سؤال، معقول ارد الريال الفشله يعني؟ يا ايوه شو نفشله ما نفشله ما يصير، هذا ابو حسام وراعي المهرم عطيه. لسه فاكر هذا الحين يا حيوان بعد ما خلص الكوبليه. لسه فاكر قلبي يديلك امان امان يا حيوان قلها كلها. لسه فاكر قلبي يديلك امان يديلك امان. انت ما سمعت الا هذه بس؟ ما سمعت لسه فاكر؟ قال لسه فاكر قلبي يديلك امان. لسه فاكر قلبي يديلك. غيرك اول مره اسمع اغنيه بالتقصيد. تدرون عاد ان اشين صوتين سمعتهم بحياتي هم صوتكم انتم الاثنين، مع ذلك تطربني. ايه لانك تسمعنا بقلبك ما تسمعنا باذنك. تصدق يا الطائر لقيت لك حل عشان تصير مطرب مشهور. تكفى واللي يرحم والديك، قلها بسرعة. انك ما تغني الا للناس اللي في حالة بهك. انا وصلت القرار مهم. وشو قراره؟ الله يستر. يؤدي نقص فيتامين بي إلى ظهور أعراض مثل الشعور بألام الوخز والخدران في الأطراف. استخدم نيوروبيون. بتركيبته من فيتامينات بي يساعد في تخفيف أعراض الوخز والخدران الناتجة عن نقص فيتامينات بي. نيوروبيون.
تزوجها؟ هانت يا دادي، كلها كم من يوم ونكون عندك. بعد شو تسوي؟ هذا طبعهم يا دادي، هذا طبعهم. الله ما عطاهم نعمة الحب والتعبير والاشتياق والحنان. بعد هذه خالتي وليدهم كذي. بس ربك عوضك بوحدة لو يحصل لها تقول لك أحبك وأموت فيك كل يوم. يا الوفية، دام انك ذكي لهالدرجة كان اكتشفت ان جرح المشاعر تستغلك وقصت عليك وخذت فلوسك. نجدو لا تصيدين في الموية العكرة. دادي دادي، هذا والدي بيسلم عليك. الو، هلا يبا، هلا، وعليكم السلام. موجود بس قاعد اقوم مهامك طال عمرك. لا لا لا، شايلهم على راسي من فوق، ما غير مطامر وراهم. جذاب. لا لا، صح صح صح، خلاص ابى اصير رجال. تبي خالتي؟ ابشر ابشر، موجوده. الا الدقيقه، خالتي وين؟ متشيطر وانا وراهم وشايل مسؤوليتهم. يلا تشيطر وقول له وينها. نجدو، قول له معزومه عن صديقتها. هلا ابوي، معزومه عن صديقتها. ابشر ان شاء الله. فمان الله. عاجبك اللي سويتيه؟ بغى يكشفني. هو كاشفك اصلا من زمان، بس غاسل ايده منك. لا والله، بالصابون ولا بس بالمويه. يا برودك. ما لقيت احد يسخنني. ولدو بس عاد انا ثقاله، تصدق ان دادي ما سال عن خالتي؟ تبين الصراحه؟ اصلا هي تصرفاتها وافعالها هذه وعصبيتها الزايده ما تستاهل الصراحه ان يهتم فيها. اصلا حتى هي ما تسال ولا تكلم دادي ولا تهتم فيه ابدا، مو مفتكره. والله العظيم احسن له. لهالدرجه قربها يضيق الخلق. وش رايت؟ ومن دينا هذه؟ وكيف عرفتها؟ ومن اهلها؟ بقول كل شيء عنها، بس انت قبل اي شيء ابيك توعديني انك تسمعيني بقلبك، قلب الام اللي تحب ولدها وتبي سعادته. من غير مقدمات، قولي من هالبنية ومن أهلها. اسمعيني يا يمه، لو تموت يا فهود أنا ما راح أوافق على اللي براسك هذا. ليه يا يمه؟ شلون ليه؟ هذه البنية غريبة عنك وعن أهلك، طبايعها غير، مستواها غير، ظروفها غير. هالأمور ما تفرق معي. بس تفرق معي أنا وأبوك. لا تتوقعون أني باخذ واحدة على مزاجكم لمجرد أنها تنتمي لنفس الطبقة اللي تنتمون لها. يمه هذه حياتي، ومن حقي اني اختار الانسان اللي بتشاركني باقي ايام عمري. اختار اللي تبي تختارها يمه، حنا ما احنا فارضين عليك احد، بس على الاقل تختار وحده ظروفها تناسب ظروف اسرتك. انا اخترت خلاص يا يمه. وانا وابوك يستحيل نوافق على هالبنيه. اللي عندي وقلته، وتاكد اني مستحيل اغير قراري. يمه انا لقيت الانسان اللي كنت احلم فيها طول عمري، بنت مؤدبه وملتزمه وهاديه، بعيده كل البعد عن تصرفات بنات اليوم الطايشه. أرجوك يا يمه، خليك معي وساعديني في هالقرار. مستحيل، سامعني؟ أنا كنت متوقع ردة فعلك هذه، بس كنت أضحك على نفسي وأقول يمكن مشاعر الأمومة تخليها تتفهم مشاعرك، بس الظاهر أني كنت غلطان. لقى فيها العقل والهدوء يا سلمى، بس هالأشياء مو كفاية عشان يرتبط فيها ويتزوجها. الأشياء هذه حلم كل شاب، حتى لو ادعى عكس هالشي. منو ما يحب ان زوجته وشريكة حياته يكون فيها هالصفات يا سلمى؟ يعني خلاص فهد راح وحلمي طار؟ مالك نصيب فيه. وشلون تقولينها بهالبرود؟ بعد ايش فيني اسوي؟ شلون ايش بدك تسوين يما؟ وانت اللي خلتيني احط الموضوع هذا في بالي واصدق انه بيصير حقيقه، وان فهد بيخطبنا اول ما نرجع من السفر.
يمكن كنا نحلم لك بهالشيء. كنت أتمنى أنك تعيشين في العز اللي عايشته خالتك وعيالها، ويمكن الوالدة تمنت هالشيء علشان تقرب بين خالتك وبيني. وفي الآخر يظل حلم أو أمنية، ما في إيدنا غيرها. وأنا إيش ذنبي؟ إيش ذنبي تخلوني أفكر في الشيء هذا وأنا عمري ما فكرت فيه؟ الله ما أراد إنه يصير حقيقة. يعني إيش تبينا نسوي؟ يمكن خيرة. خيرة؟ أي خيرة يمه؟ أي خيرة؟ وأنا تقريبا صدقت إن فهد بيصير زوجي. أنت ما تبين فهد، أنت تبين العز اللي عند فهد. مو هذا حلمك وأملك؟ كان حلمي، لكن عقب ما شفت خالتك ووضحها خفت عليك تعيشين الحياة اللي هي عايشتها، خفت عليك من مصيرها. يا ليتني يما أعيش حياتها ويصير فيني اللي يصير فيها، ما عندي مانع. لا يا بنيتي بسم الله عليك لا تقولين هالكلام. يما شو الموضوع؟ اكتشفت ان الحياة اللي أبيها لك هي الحياة اللي أنا عايشتها مع أبوك، حياة كلها حب وسعادة وأمان. أمان يا سلمى، وهالشيء ألزم وأهم من أي شيء ثاني في الدنيا. أهم من الفلوس والعز يما؟ لو الفلوس والعز بالأهمية هذه كان شفتي خالتك مشاعل أسعد وحدة في الدنيا. وخالتي مشاعل وش فيها؟ وحيدة وتعيسة وفاقدة الأمان وتدور على الحب في كل اتجاه. نورة، أنا الحقيقة في يعني في كلام ودي أقوله لك الحين. صدقيني أنا يعني هو ممكن يفاجئك، بس صدقيني أنا فكرت فيه زين وشفت إنه هو الأنسب لنا إحنا الاثنين. ما علي مش علي لو سمحتي، بس قبل أقول لك الموضوع هذا أبيش توعديني إنك تفكرين فيه زين قبل لا تتخذين أي قرار. نورة، تتزوجيني؟ تزوجني؟ عمي عبد الرحمن كلمك؟ انت عارف؟ ايه، قال لي الصبح طلب مني يقولها لك بنفسه. وش رايك؟ ما ادري. وشلون ما تدرين يما؟ انت وش رايك؟ طبعا موافق. موافق اتزوج؟ طبعا موافق، تعيشين العيشه اللي انحرمتي منها يا الغاليه. وجودك ما يعوضني عن كل الحرمان يا مشعل. يما وجودي ما يملك للمساحات، انت من حقك تكونين زوجه، تلقين اللي يحبك يقدرك ويعطيك الأمان، خاصة اللي فقدتيه على يدين أبوي الله يسامحه. تدري وش معنى اللي تقوله؟ معناه أني أحبك وموت عليك وبيك تعيشين الحياة اللي تليق بك يا الغالية. بس عبد الرحمن متزوج. عمي عبد الرحمن مو سعيد في حياته، زوجته بعيدة عنه وحرمته من كل حقوقه. وأبوك؟ ما يقدر يسوي أي شيء، أنا يوم كبرت وأمري بيدي وانت إنسانة حرة من حقها تبدأ حياتها من جديد. كبرت يا مشعل. يما عمي عبد الرحمن عطاني ثقة في نفسي، حسسني برجولتي كياني، عطاني اللي ما عطاني إياها أبوي أمي. انت محتاجة حق عمي عبد الرحمن وأنا بعد محتاجة. مش قلت يما؟ عطني وقت أفكر وأشاور الوالدة